مسؤول إسرائيلي وآخر من حماس يكشفان أن حماس لديها 40 محتجزاً فقط على قيد الحياة، ممن يستوفون الشروط والمعايير التي وضعت في آخر محادثات الاتفاق على صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة حسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. كما أن مسؤولين من حماس أبلغوا الوسطاء أن الحركة غير قادرة حالياً على تحديد وتعقب 40 أسيراً إسرائيلياً مطلوبين للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار المقترح حسب ما نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة على المفاوضات. المعلومات هذه جاءت بعد خلافات عصفت بالمفاوضات وأدت إلى توقفها، لا سيما فيما يتعلق بمطلب حماس وقف إطلاق النار بشكل دائم وعودة النازحين إلى منازلهم في شمال غزة. وكان المفاوضون الدوليون اقترحوا وقفا مبدئيا لإطلاق النار لستة أسابيع مقابل إفراج حماس عن 40 إسرائيليا من النساء وكبار والمرضى وخمس جنديات، وإطلاق إسرائيل سراح نحو 400 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.